جيزي تقدم لكم البرنامج الموسيقي صوت تشالنج. جو أول راديو ديجيتال في الجزائر 100% بون ميوزيك و 100% بون هومور برانشي جو على www.jo.radio. وصلت حكايتي أنا وياك خلاص حكايتي أنا وياك. حاجة مليحة بزاف لي أني نغني غنية جديدة باسمي أنا وراح تكون من أدائي أنا وإن شاء الله نمدها بأحسن صورة. الأول خليها سامبل باش نفهموها. أيوة. لا تعمل أول جملة خليها كما هي مثلا عودها لي تشوف. أعطينا برك لو ريتم برك. يا لا 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 لا. الصوت المتمكن يحب يسموه باللغة الفنية الخاصة فرد عضلات. هذا ما حاول يعمله اليوم سيف. قلت له لا 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 هذا فرد العضلات لا. تغني الأغنية نحب نسمعها منك كيما عطاها لك الملحن ما تغيرش من اللحن. انا 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 الفلسفه لا الفلسفه راهي عدوه الفنان. غنيها كيما عطاها لك الاول ترخم فيها احكي حكايه ايماجيني راك تحكي حكايه وانت بتغني. نصائح اللي عطاتهم لي فول عاونوني بزاف. قالت لي اللي قد تمد كل شيء واللي قد تبدل اللي قد تحس بالغنيه وتعرف من تدخل ليها من تخرج ولي تكنيك صالح بزاف باش تبين شخصية تاعك باللي فوالا انا سيف اللي راني نادي هاد الغنية بالتمام. لقيت الاستاذة في باللي بزاف حنينة حنينة بزاف بزاف وتحب المواهب وما تحبش انها تخسر تحب ديما الفوز. قالت لي سيف لي نوصل انا وياك الفينال وان شاء الله ناخذ اللقب بحول الله راح نكونوا كيما قالت الاستاذة في اللقب. قدم لكم البرنامج الموسيقي صوت تشالنج برعاية جيزي. جو أول راديو ديجيتال في الجزائر 100% بون ميوزيك و 100% بون هومور برانشي جو على www.jo.radio.